السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. دائما معكم في السلسلة الرمضانية وفي السؤال الحلقة رقم 16 بإشراف الفيدرالية المغربية للصاغة. السؤال ديالنا اليوم غادي نهضروا على الساق أو ما يسمى بالسدور أو لا بالسلادورة، احنا في الشمال كنقولوا لها السلادورة ديال الذهب. احنا كنعرفوا اغلبيه ديال المعامل كل واحد كيعمل كيصنع الساق ديالو او الصدور ديالو، واغلبيه كنعملوا واحد جوج ديال الانواع ولا ثلاثه الانواع. كنعملوا واحد النوع اللي كيكون خفيف بزاف، يعني كيدوب في واحد درجه الحراره اللي هي قليله، يمكن تقريبا 600 درجه الحراره او 650 كيدوب ديك الصدور، كنسميوها هذه الصدور اللي هو خفيف. وكاينه الصدور اولا السولادوره اللي هي متوسطه كتدوب فواحد 750 درجه، ومن بعد كاينه واحد السولادوره اللي كنقولوا حنا ثقيله اولا قاصحه اللي كتدوب فواحد 800-850 حتى 900 درجه الحراره، يعني كيكون درجه الحراره ديالها اولا نقطه الانصهار قريبه من الذهب اللي كنخدموا به. دابا السؤال ديالنا هو كالتالي، ركزوا معايا على السؤال، هو واش يمكننا نعدلو بزاف، يعني نعدلو واحد العدد كثير ديال 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 الساق او ديال السدور. بمعنى واش يمكننا في الميتان نعملو واحد النوع ديال السدور اللي كيدوب او الساق اللي كيدوب على 500 درجه الحراره، ونعدلو واحد اخر اللي كيدوب على 550، ونعدلو واحد اللي كيدوب على 600 وعلى 650 او لا 737 درجه الحراره. بمعنى نزيدو نوضحو مزيان، ركزوا معايا الله يجازيكم، ما تسرعوش. يعني واش بالامكان ديالنا كل واحد يقدر يعدل واحد السدور اللي يخدم به واحد درجه الحراره معينه؟ كنظن على ان السؤال واقيلا راه هو واضح. يلا الابطال ديالنا، هذا السؤال اللي هو شويه دائما اسئله كاملين صعابين، ركزوا في ان شاء الله في على 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 السؤال مزيان باش تجاوبوا مزيان. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله.